الله يفتح الصباح. نسيت حاجة يا جماعة مهمة جدا، حاجة في غاية الأهمية، كنت معود نهضرها ونسيت مع الهضرة من البلبلة ومن نسيت باش نهضر لكم على الموضوع اللي كنت ناوي نهضر عليه في الله يفتح الصباح. يا جماعة هناك الأمر غريب جدا، يعني الناس هي تهضر على الجزائر وفرض التأشيرة وما مش عارفوا شنو كدا، ما وش عاجبهم الحال الجزائريين، ما مش عاجبهم الحال. والله أنا حاير كيفاش أنت كجزائري راك زعفان لأنه درنا التأشيرة للمغاربة، علاك زعفان؟ وش عندك في المغرب خايف عليه؟ لماذا أنت مقلق؟ لماذا أنت مقلق يا حبيبي؟ علاش تنقلق؟ فهمت؟ الخبر اللي كنت حاب نهضر عليه هو حدث في الكوت ديفوار يا جماعة. الكوت ديفوار، الكوت ديفواريين الايفواريين لاحظوا بلي هناك الكثير من ابناء بلادهم يروحوا الى المغرب، هناك انتعاش تجارة المخدرات الدعارة من اذا الكوت ديفواريين واش قالوا؟ طلبوا من المغرب انه يفرض التأشيرة على المواطنين نتاعو، الغريب في الامر اللي حدث في الكوت ديفوار هو الايفواريين اللي راهم حابين يروحوا للمروك، واش دارت لهم الحكومة تاع كوت ديفوار؟ أنت مواطن إيفواري تريد الذهاب إلى المغرب، الحكومة تاع بلادك واش دارت لك؟ تخيل واش دارت لكم؟ واش دارت لهم؟ دارت لهم طلب تأشيرة، يعني من الإيفواريين اللي راهو حاب يروح للمغرب لازم يطلب تأشيرة، منين؟ من السلطات الإيفوارية. جامي صارت في علوم الأرض المغناطيسية وعلوم الدبلوماسية، عمرها ما حدثت، بس كي كتبت الخبر البارح كاين ناس ما فهمتوش. انت مثلا مواطنين الجزائريين تقول لهم اسمعوا اللي حاب يروح لفرنسا يدير يطلب تأشيرة من الجزائر، كاين من هذه؟ كيفاش انت الإيفواريين تسمح لهم انهم يصدروا تأشيرة لولاد بلادهم؟ من المفروض انك تقول انت لا، المغاربه يعترضوا يقولوا هذا تدخل في السياده المغربيه، انا اللي حاب يجي لعندي يطلب تاشيره من قنصليه بلادي. فهمت المفارقه والراي؟ الايفواريين اللي حابين يروحوا للمغرب يطلبوا تاشيره منين؟ ماشي من القنصليه تاع المغرب اللي موجوده في كوت ديفوار، لا لا، من عند الايفواريين في المصالح الاداريه الايفواريه. هيا قول لي هذه كاش صرات في كاش بلاد، باين بلي صراو دي نيغوسياسيون مع الايفواريين، الايفواريين حبوا يمبوزيو الفيزا على ولاد بلادهم، شافوا ولاد بلادهم بزاف يروحوا للمغرب وكذا ومنا، قالوا لهم يا المغاربه ماذا بينا انتم ديروا لنا فيزا، عندنا بزاف الايفواريين يروحوا للمغرب يشوفوا التطور والنمو الديموغرافي والانجازات العظيمه، ورانا يوم الجمعه. اذا الايفواريين تلمو شافوا هناك ضرر يجيهم من عند المغرب فرضوا التاشيره على ولاد بلادهم، اللي يحب يروح للمغرب يطلب التاشيره من حكومه كوت ديفوار.
كاينه من هذه. انا نقول لك روح فيريفي، انا نعطيك المعلومه وانت تدقق فيها وحدك، عندك جوجل، روح الجرائد تاع كوت ديفوار، روح الجرائد الفرنسيه المغربيه، روح درس، روح الصحافه المغربيه ودرس حاله كوت ديفوار، كوت ديفوار تاشيره مغرب، تلقى مقالات بالهبل. كوت ديفوار فرضت تاشيره على الايفواريين اللي حابين يروحوا للمغرب، وجاي انايا تعصص معايا وتقول لي دوله شريفه عظيمه حميكه سكيكه فكيكه دقيقه رخيصه وعندنا كرامه والمغرب ومن وش من كرامه، وش من كرامه راك تهضر عليها؟ كيفاش تسمح انت الكوت ديفوار تفرض تاشيره على الايفواريين اللي رايحين للمغرب؟ باي عقل؟ يعني قانون الدولي، قانون المغناطيسي، بأي عقل؟ وكي تجي لعندنا الجزائر تستفيق كرامتهم. الغلطة تاع من؟ الغلطة تاع الجزائر، أن الجزائر تتعامل معهم بكرامة. دوك إنسان موالف يتعامل بالذل، المخزني هذا مذلول، ماشي المغربي، حاشا المغربي، المخزني إنسان مذلول، على تعاملوا بكرامة؟ إنسان موالف بالذل، على تعاملوا بكرامة؟ احنا علاش انا نوري لكم في عيوبكم؟ لان احنا في نهايه المطاف نريد الخير للشعب المغربي، بسكو في السياسه، في السياسه اصلا ما كاين حتى واحد يوري عيوب للاخر، اللي تغلط معاه يخبيها في قلبه ويلعبها مع على بالوش ويخليك بنيتك. كي تغلط معاه واحد في السياسه ما يبينلكش بلا وزعفان منك ولا راك انت يعتبرك نيه ولا ما فهمت. لكن احنا مادام رانا نوري عيوب للمغرب او حتى النظام الجزائري نوروا له بعض العيوب، لاننا نحبوا الخير للشعب الجزائري اولا ثم الشعب المغربي. لكن انت تسلم سيادتك الكوت ديفوار، ما هياش امريكا ولا هذه كوت ديفوار، تتنازل عن سيادتك في اصدار التاشيره، هذه رمز من رموز السياده، تتنازل بها لبلد انت ما راح تجني منه والو. كوت ديفوار ما هوش بلد عنده ثروه راح تدخل معاه في تنسيق ولا ما نش عارف وشنو، بصح باش ترضى انه بلد يمنع مواطنيه من الذهاب الى المغرب ويدير لهم عقبه اداريه اضافيه، كان من المفروض انك انت الكوت ديفوار لما يجي يفرض تاشيره تقول له اسمع اوه حبس روحك، المواطنين تاوعك كي يحبوا يروحوا للمغرب يطلبوا تأشيرة من المغرب، نحن المملكة الشريفة العظيمة العريضة المتوسطة اللولبية التضاريسية، تدرش معايا ولا نهضر معايا؟ لكن انت دوكا من بعد تجي عندي تلعبها راجل وترجل ومنه، وانا عارفك بلي انت تعكف، عارفك بلي انت تاع طريحة، ومن بعد كي تلحق لعندي ترجل تتفكر بلي عندك بغلول، وانت يا بغلولك معطل مع كاع الأمة، الكرة الأرضية كاع راك معطل صيغة الرجلة، كي تحق الجزائر تفكر رجلة. مع كوت ديفوار على ما تشي انت اللي تفرض تأشيرة للكوت ديفواريين، الإيفواريين انت تفرض تأشيرة، على تنازلت عن هذه السياسة السيادة؟ نورمالمون ما تقبلش، حنا الجزائر عمرنا ما نقبلوا أنه يفرضوا. يا والايفواريين حب قال لك دير تاشيره ما حبيتش، قال لك كرهنا من المشاكل، يرحم باباك نديروا التاشيره بيناتنا، انت ما حبيتش، انت ما حبيتش تفرض تاشيره على الايفواريين اللي راهم رايحين، يفرض عليه ونفرض عليك، معليش العام تعامل بالمثل. يا ربك كي شافك صامت وشافك علقه وشافك ما عندكش كرامه، هو فرض تاشيره على مواطنيه، هو فرض تأشيرة على مواطنيه اللي يحبوا يروحوا المغرب، ندير لهم المغرب نورمال، ما تقلق، ما دار بيان تنديد ما والو، هذه السيادة الكرامة والوطنية ومنا. وكنت الدول الأخرى كي يسمعوا بك الفضيحة هذه إن شاء الله تتنشر، انشروا الفيديو هذا بارتو، كيف يسمعوا بك الأمم والعلوم والسكان الزحل ويسمعوا بك باللي انت يا كاين دولة فقيرة ماهيش دولة التسلط، وكان تنازلت أمام أمريكا نفهموك،
امام اوروبا مصالح. كوت ديفوار طلب منك دير تاشيره متبادله، انت رفضت وقعدت تلعبها. ومن بعد حتى هو اضطر باش هو يفرض تاشيره من جهته. لا حول ولا قوه الا بالله، كرامه غائبه تماما. بصح كي تلحق الجزائر تستفيق كرامتكم ويستفيق عنفوانكم، وتبداو تخموا بلي نتوما مملكه شريفه، مملكه عظيمه، وانتم مانيش عارف الشرف والعظمه من جبتوه. احنا ما تزلطوا تفرعين، احنا يا الزلطوا تفرعين، صح مزلوطين بصح متفرعنين ما كاش. بصح انتم يا صاحبي شنو هذا؟ اذا الحاله تاع كوت ديفوار اللي كانت تتوسل المغرب باش يفرض التاشيره وحركت فيه شعور، بصح تقول لي المغاربه يقدروا يستغنوا على كوت ديفوار؟ هاي مساله فيها عرض وطول وارتفاع ما يقدروش يستغناو على الكوت ديفوار، راك فاهم؟ كوت ديفوار يا صاحبي، ها؟ ولا غالب، منافسة شرسة، إذا كان تاير يرحم بابك، علاه تسمح الكوت ديفوار ترفض التأشيرة على مواطنيها؟ علاه ما ترجلش معاهم وتبدا تتضارب وتعصص ومنا وكذا؟ كيف فرضوا عليهم التأشيرة واش قالت الصحافة المغربية؟ آه هذا اجراء غير طبيعي، سي فري، ما صراش، عمره ما صرا في تاريخ الدبلوماسيه الدوليه انه دوله تفرض تاشيره على مواطنيها اللي حبوا يروحوا لدوله اخرى، على مواطنيها. قال لك بصح هذا تم بالتنسيق مع المغرب. بالتنسيق مع المغرب، يعني تتقبل تنسق مع واحد يفرض تاشيره يلعب دور سفارتك؟ واش ما عندكش الوراق تبريمي فيهم الفيزا، ولا ما عندكش وقت باش تدرس الملفات، ولا فهمت انا؟ كوت ديفوار عندها امكانيه تكثر في تاشيره، ولا ما فهمتش انا كيف تسلم انت سيادتك لدوله؟ فهمت؟ او كوت ديفوار حاب يبعث لك مجرمين من عنده، يعني حاب يبعث لك لي روبري جوستيس، ولا يخليه يبعث لك اللي يحب، يبعث لك اللي يحب. الكوت ديفوار الايفواري يبعث لك اللي يحب، لا راك تاع بلادو يبعثها لك نورمال انت تستقبلها. على راك مزير خويا، واش اللي داك، واش اللي سيف عليك انت باش تكون هكذا بهذا الهوان؟ اذا انت قبلت الهوان على نفسك فيجب ان تقبله على الجميع، ماشي تلعبها عندك هوان منه والاخرين تتفرعن معاهم. هذه الازدواجيه دي معروفه عند المغرب، بالله غالب عند المخزن، مش المغرب، حاش المغرب. الازدواجيه هذه في التعامل معروفه، يعني فيما يخص السياده الترابيه يتنازل عليها المغربي امام الاسبان، وكي تتعلق بارض ماشي ارضه عرضها للتقاسم، يعني كان راح يقسمها معانا، يقول لك هذه ارضي، يعني ياباك باللي يعني سوء الحظ انه ربي وضعنا مع جيران بهذا الشكل، يعني الحظ للاسف الشديد ربي وضعنا مقابلين، يعني التوانسه راهم مهنيين، التوانسه راهم يدوا من عندنا تريسيتي، الغاز، الحدود محميه، التنسيق الامني، ونعطوا لهم دراهم 300 مليون دولار، وعاوناهم في كسب الدعم السعودي. التوانسه يحمد ربي ليل ونهار. للاسف الشديد هذا الانسان اللي ماشي مليح هو اللي تلقاه يوسخك، يبدا يهدر فيك حوايج ماشي ملاح ومنه، ويقول لك حنا رانا جيراننا الجزائر الله غالب، ما عندناش لو شوا. اوي انت اللي ما عندك كرامه، ما عندك دم، كيما تلقى واحد لهنا لي زيميغري تاعنا ولادو داخلين للحبس، ولادو كاع حبس، يبيعوا لا دروك، بنتو شرموطه وهو يدعو لتطبيق الشريعه، وبنتو شرموطه ووليدو يبيع لا دروك، ديكا هو رفع شعار الدولة الإسلامية، بنته شرموطة، وليده يبيع لا دروك، ولما يجي واحد من البلاد حاب يخدم منا يلعبها راسيست عليه، يقبل أنه بنته يركبها قاوري وما يجيش واحد عربي يطلب يدها بالحلال. كاين بزاف هذه الفئة هذه هنا في الغربة، اسمع مليح شنو نقول لك، يطبق الشريعة، وليده يبيع لا دروك، بنته شرموطة، وهو يدعو الى تطبيق الشريعه، وبنته شرموطه ما دارها لا حجاب لا والو، تلعب بسربو باحتها،
ويزيد لما يجيه واحد من البلاد وليد فاميليا حب يستبيت يقول لها نلقاك معاه ندبحك. مانيش نعمم حاشا اللي ما يستاهلهاش، لكن كاين منهم الكثيرين، وكاين ناس واحد اخرين فعلا ناس ملاح. اذا هذا خلق ربي وفلق، ماشي كاع الناس اللي تشوفهم باللحية تقول هذا والله اخي في الاسلام راح يعاونني وكذا. ومنه تقدر تشوف منه ما لا شفته في الله. اذا هناك جزائريين عندهم طباع المخازن، عندهم طباع المخازن، مرخص مرخص، يمشي بالبزاق، يمشي بالكف بالضرب، يبتزك يضيقك يحاول هكذا نورمال، حتى يدي صلاحه منك نورمال عادي، يقلقك كيما المغرب راهو يدير دوكا، حب يقلق الجزائر باش يدي واش يحوس عباك تدي. تطلع على ربي الحدود ما تتفتحش، ما كاش الحدود ما تتفتحش الى يوم الدين، غير انسى ما كاش. هاي باش نعطيها لك الرسمي، بالك تقول هذا الجيل برك المقود كيموتوا يجي واحد اخرين منفتحين ومشلوقين، قسما بالله العلي العظيم يا للجيل اللي راهو جاي مقود على الجيل هذا. انتم الاخوه وهذو اللي انتم تعتقدوا باللي كي ماتوا هذوك الناس اللي كانوا يحاربوا الارهاب راح يجي جيل فرشكوش، يعني تقدروا تلعبوا به. الجيل اللي راهو جاي عنده حقد اكبر على التنظيم المالي. انا هنا شوف انا هنا وكان يطلقوني نحي لكم جد باباكم نحلوه في كاع نرحيكم كاع كيما راكم. انا يا اخي ما عندي لا سلطه لا والو، ما عنديش حسيف، انا نمحيكم كاع انتوما كاع، فهمت؟ نعطيك الرسمي انا، كن متاكد على انه الجيل القادم اكثر شراسه من الجيل هذا. هذا ولاد فاميليا اللي راهم تما، شتو اللي شتوهم قاعدين مع تبون، هذوك ولاد فاميليا مجلس اعلى الامن، هذوك عاقلين ناس ملاح بزاف بارابول للجيل المقود اللي راهو جايكم. هذو ناس ملاح وراهم متراخيين. الو، السلام عليكم.